جملة من القرارات التي أعلنتها الحكومة في سياق كبح جماح ارتفاع أسعار الدولار وضبط قيمة الدينار العراقي كان أعلنها رئيس الوزراء في الأسابيع الماضية إلا أن سعر المئة دولار اليوم تصل إلى وخمسين ألف دينار عراقي شيطنة أسعار السلع في السوق وعودة التذبذب فيما ما يجري في حركة العملة التي لم تلبث أياما قليلة من هدوء لم يستمر لسان البنك المركزي يقول إن هناك تفاؤلا في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال إلا أنه يعترف بمشكلة العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المصارف على الرغم من تأكيده قبل أيام على أن المصارف الأربعة عشر لا تشكل سوى ثمانية بالمئة من مجموع التحويلات الخارجية يقول خبراء إن الارتباك في تبرير أسباب عدم الاستقرار للدولار وغياب حماية الدينار يعود لإجراءات حكومية خجولة كفتح نوافذ عن طريق المصارف وزيادة حصة المسافرين من 2000 إلى 3000 دولار إلا أن هذه الإجراءات ضعيفة بحسبهم لا تلبي الطلب حيث يفترض أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة بالمتلاعبين بالدولار واتخاذ البنك المركزي حزمة مالية للتخفيف من الطلب على الدولار وهو ما يدعمه حديث مراقبين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية قبيل ارتفاعات جنونية مقبلة في الدولار. وحذر الخبراء من التبعات الكارثيه لهذه الازمه في حال استمرارها اكثر خصوصا على الطبقات الفقيره والمتوسطه في العراق جراء هذه التقلبات في اسعار الصرف والتي تنعكس في زياده حده الغلاء وارتفاع سعر السلع والمواد الغذائيه والاساسيه بشكل شبه يومي ما يرهق كاهل المواطنين سيما ذوي الدخل المحدود